نظرتك للناس هي اللي يا اما هتديهم امل في بكره يا اما هتحبطهم بتكذب احلامهم. ياما ناس كانت صغيره وكبر، ياما ناس كانت تحت وطلع. مش كلنا مولودين في بقنا معلقه ده، سواء كنت جزمجي او بواب او 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 كلنا في النهايه ولاد تسعة. كل مهنه من دول ما تقدرش تستغنى عنها، مع ان في ناس كتير بتبص لهم بطريقه تحسسهم انهم اقل منها، لكن مهنتهم دي مهمه في حياه كل انسان فينا. بس نظرتك كانت كده. طب لو طالما انت مش هتشتغلوها ليه يعني؟ هاتي الدكتور ولا هاتي اي حاجه. ما ينفعش يعني، ايه اللي هما بيعملوه؟ استنى بس لما تيجي هضحكوا عليها ضحك. انا اسفه حضرتك، انا اسفه مره ثانيه. عليها طبعا لازم نضحك، لان زي ما بيقولوا الناس مقامات. جرب كده تحط نفسك مكان حد فيهم. انا عن نفسي ما اقدرش، خلينا بعيد عنهم احسن. هما ازاي الناس دي كده؟ طب هما بيسافروا بره وبيشتغلوا شغلانه اقل من دي مليون مره بيبقى عادي. طب ما هما ممكن يكونوا مكانهم، طب ما ممكن اكون انا مكانهم. طب هي حاسه بايه؟ على فكره هو المفروض يبقى موجود هنا اصلا. معلش انا اسفه وحاجه. على فكره في اي حته نظيفه البني ادم المفروض يبقى هنا. هما بيحاولوا يغيروا حياتهم وانت مش احسن منهم بنظرتك. خلينا نشوفهم بعيون تقدرهم، خلي عيوننا تبنيهم. بلاش نكسرهم، بلاش نكسرهم، بلاش نكسرهم.